الرحيم، أني دكتورة هدى مرحلة خامسة جامعة ذيقار. راح نجي وياكم بسلسلة المحاضرات الأوبراتيف. طبعا هاي المحاضرات هي محاضرات جامعة ذيقار، واللي هي نفسها محاضرات جامعة بغداد المرحلة الثالثة. يستفادون منها الطلاب الثالث والرابع وحتى الخامس انه يستذكرون معلوماتهم، وخصوصا هسه اللي الطلاب اللي راح يبلشون بالعيادات واللي قاعد يسوون تريننج بالبيت. دنتال انسترومنت، راح نبدأ بالانسترومنت اللي نستخدمها بالأوبراتيف. عندي نوعين من الانسترومنت اللي هي الهاند باور دنتال انسترومنت وعندي الروتري انسترومنت. نجي للهاند باور دنتال انسترومنت. كاربون ستيل وو ذا برايمري ماتيريال يوزد، اول مواد صنعوا من عندها الادوات هي الكاربون ستيل، تكون قوية هاردر وتبقى شاربنس. بس اجت مادة ثانية دخلت صنعوا منعتها الادوات هي الستينلس ستيل، واللي هي حاليا اكثر يفضوها بالادوات. ليش؟ لانه هي تبقى برايت وذ ستيم اور دراي هيت ستيلايزيشن، انه هي تبقى بيها لمعة، يعني مثل انه تبقى جديدة. الكربون ممكن انه شلون اللي تزنجر او يتغير لونها، بينما الستينلس ستيل لا تبقى، واقدر انه اعقمها بالهيت ستيلايزيشن. ايضا عندي الهاند باور دنتال انسترومنت تنقسم قسمين، عندي الكاتنج انسترومنت والنون كاتنج انسترومنت. نجي هسه الاول نوع بيهن اللي هو الكاتنج انسترومنت بليد اور نيب. طبعا هسه نعرف الاجزاء مال الانسترومنت راح ناخذها، انه هي تتكون من البليد والشانك والهاندل. البليد اللي هي الووكينج اند اوف ذا انسترومنت. اكو عندي انسترومنت تمتلك نهايه واحده، واكو بيهن تمتلك نهايتين، يعني من الجهتين بيها ووكينج اند، يسموها دبل اندد انسترومنت. الشانك اللي هو الجزء اللي يربط ما بين البليد وما بين الهاندل. اكو تكون ستريت مونو انجل او باي انجل او تراي انجل او كواد انجل، اللي هي الانجل تكون important to keep the blade edge within 1 to 2 millimeter to the long axis of the instrument. الهاندل اللي هو الجزء اللي من خلاله انا راح امسك الاداة. هاي الصورة هسه توضح هاي الهاندل، هاي كلها الهاندل. هنا الشانك اللي يربط ما بين الهاندل وما بين البليد، هاي البليد اللي هي الووكينج اند. هنا هاي الانسترومنت بيها دبل ووكينج اند، هاي وحدة او الثانية هاي. انسترومنت فورمولا باي تشيفي بلانك. الادوات بيها تلقون عليها ثلاث ارقام، هاي الارقام شنو؟ الشير، الويدث اوف بليد ان تينث اوف مليمتر، العرض مال البليد اللي هي الووكينج اند باجزاء المليمتر، اللينث اوف بليد طول مالتها بالمليمتر، الانجل مال البليد فورم وذ اكسس اوف ذا هاندل ان سنتيغريد. هنا هاي هنا البليد لينث نشير لي اياها، وهنا البليد انجل، هنا البليد ويدث، هنا الكاتنج ايج انجل. هنا الارقام تلقوها موجودة على الهاندل، شوفوا هاي الارقام. اكو ادوات تجي بيها اربع ارقام، شنو هاي الاربع ارقام؟ هسا عرفنا اذا الادا بيها ثلاث ارقام عرفنا شنو الشير. اكو لا تجي بيها اربع ارقام، الشير للويدث اوف بليد يعني نفس اللي بالثلاث ارقام، والانجل the cutting edge with the long axis of the handle، واللينث اوف بليد يعني نفس هذني ثلاثه، ضافولها انجل the blade form with the axis of the handle and centigrade. هاي هنا الصورة توضحها، ذني الارقام الاربعة. اول رقم يقول لي اللي هو الويدث اوف ذا بليد ان تينث اوف مليمتر انجل مال كاتينج، وعرفنا هاي اللينث اوف ذا بليد مليمتر انجل ذا بليد فورم وذ ذا اكسس اوف ذا هاندل ان سنتيغريد. هاي مثال مطيني الجنجايفال مارجينال تريمر، اللي هي هاي الاداه اللي هي جنجايفال مارجينال تريمر.
والأنجول فورمر. هسا عرفنا أجزاء الإنسترومت منين تتكون، هسا نجي نتعرف على ضمن الأدوات اللي هن الكاتينج إنسترومت. شنو هن الأدوات الكاتينج إنسترومت اللي أستعملهن؟ أول أداة عندنا تشيزر، used for cutting enamel or dentine، استخدمها إنه أسوي بها cutting للإنامل أو الدنتين. has other straight shank or slight blade curvature، ممكن إنه الشانك مالته يكون straight، يعني بهاي الحالة هنا عندي straight، أو إنه البليد مالته شوية بانحناء. شلون هسه هاي أكو انحناء، هنا أكو أنجل. its cutting edge is perpendicular to the axis of the handle، الكاتنج ايج مالته تكون ويا اللونج اكسس مال الهاندل. ذاك التشيزل، هسه نجي للهو. الهو its cutting edge is perpendicular to the axis of the handle، ايضا انه الكاتنج ايج مالتها ويا يعني عمودي على الهاندل. The same use of chisel، نفس الاستخدام مال chisel انه انا استخدمها بالكاتنج مال انامل او الدنتين. الهاتش، الهاتش هو cutting edge، الكاتنج ايج مالته parallel to the long axis of the handle and buffer only from one side، ايضا يكون برر موازي للونج اكسس وممكن يصير بي بفلند من جهة واحدة. استخدمها ايضا نفس الاستخدام اللي هي cutting enamel and dentine. تجيني بنوعين، right to left type، الجنجايفال مارجنال تريمر الاداة الانسترومنت الرابعة، buffling the gingival margin of proximal occlusal preparation and exobulbal line angle in class 2 cavity. استخدمها اسوي بها بافلينج من جهه الجنجايفال مارجن بكلاس 2، لما اسوي كلاس 2 كافيتي بريباريشن اريد اسوي بافلينج. طبعا البافلينج كلش خطوه مهمه بالكافيتي بريباريشن خصوصا بالكلاس 2، فاسويها بالجنجايفال مارجنال تريمر من جهه البروكسيمو اوكلوجال او من جهه الاكسو بالوال لاين انجل. هاي نفس الشرح اللي حكينا الساعة نفسه انه هنا موجود. الكاتنج ايج اوف ذا انسترومنت از بارل تو ذا اكسس اوف ذا انسترومنت، الكاتنج ايج اوف ذا انسترومنت از ذا انجل اذر ذان رايت انجل تو ذا بليد، موديفاي هاتش باي انجل انسترومنت بها زاويتين، مونو بافلن دبل بلين انسترومنت، سبون اكسكافيتر. سبون اكسكافيتر شنو هي؟ يكون البليد مالتها شويه بكيربت اند ذا كاتنج ايج ات ذا اند اوف ذا بليد، الكاتنج ايج مالتها تكون بالنهايه مال البليد وشويه صاير بي البليد مالتها كيربت، يعني شويه بانحناء. شوفوا هاي الصوره شويه اكو انحناء، هنا هاي الصوره واضحه. Outer convexity and inner concavity that make it like spoon. تشبه الخاشوقة، يعني بالعامية إنه هي تشبه الخاشوقة، تصير مقعرة من جهة وجهة محددة. خلصنا الكاتنج انسترومنت، هسا نجي للنون كاتنج انسترومنت. عندي دايجنوستيك انسترومنت واللي هن انسترومنت كلش مهمة، ماكو كيس نشتغلها بدون دايجنوستيك انسترومنت، لازم نسوي دايجنوستيك للبيشن وبعدين نبدأ نشتغل. لو حتى أثناء الشغل خصوصا المرار نستخدمها بكل البرانشات، يعني سواء انه عندك عيادة بيدو، عيادة بريو، عيادة أورثو، عيادة حشوات، قلع، هاي لازم تستخدم المرار. انت راح تحتاجها بلحظة من اللحظات انه تشوف المنطقة، مثلا اذا عندك قلع خصوصا سن العقل انه تستخدم المرار، تشوف السن، تشوف اذا بقى مثلا عندك روت، اذا بقى يعني طلع السن انت قلعته وصار عندك فراكتشر بي. الحشوات والله يعني اصلا ما تقدر تشتغل بدون المرار، لازم انه يعني اثناء الشغل كله انت تستعمل المرار. البريو نفس الحاله.
فهسه الدياجنوستيك انسيترومت هنا ثلاث ادوات، المرار والبروب والتويزر. بلاستيك انسيترومت اللي نستخدمها بالحشوات اللي هي الاش، واللي يجي بي قياسين، قياس 6 وقياس 49، والدايكال ابليكيتر والسيميك سباتشولا. امالغام انسيترومت، عندي ادوات خاصه بالانسيترومت استخدمها اللي هي الكوندنسر والبيرنشر والكاربر والامالغام كاربر، واكو بعد ادوات ثانيه. الكوندنسر اول اداه اللي هي الكوندنسر تسوي كومبرس ذا امالغام ان into our area of cavity، انه اضغط الامالغام كل المنطقه مال كافيتي. هاي الاداه كلش مهمه، يعني اول شيء انه على مود انه اضمن وصول الامالغام لكل اجزاء الكافيتي، ثاني نقطه انه اتخلص من الميركوري الزايد. البيرنشر نب شيء براون اوفال اور راوندد كون بيرنش Burnish the amalgam on the margin of cavity or to smoothing of carved amalgam surface. شكل مالتها نهايتها تكون دائرية أو بيضاوية، أو مرات تجي بشكل الدمعة. تسوي burnish يعني شلون تلمع الأمالغام وتساويها ويا المارجن مال الكافيتي وتخليه smoothing ناعم. الكاربر شيب ذا امالغام اور ريزين كومبوزيت، الكاربر استخدمها سواء بالامالغام سواء بالكومبوزيت، انه اشكل بها الامالغام، يعني اسوي انحسن نحت ارجع الكسبات الجروفات بالكاربر، اتحكم بالشكل مال الامالغام والكومبوزيت بالكاربر. امالغام كارير انه كيري ذا امالغام اند بليس ات انتو ذا بريبيرد كافيتي، اشيل بها الامالغام شلون السرنجه اخلي بيها الامالغام وادخله داخل الكافيتي. هاي هنا عندنا هذا البروب، التويزر، هنا المرار، هنا هاي البيرن، هذا الكوندنسر، هذا الكوندنسر، ذن اثنين بيرنشر، انواع من البيرنشر. هاي هنا الكاربر ما واضح، مو كاربر، هذا الكاربر. خلصنا من الهاند باور انسيترومت، هسه نجي للروتري انسيترومت. الروتري انسيترومت يعني اشغلها بجهاز تشتغل على الكهرباء، اللي هي الهاند بيس اللي عندي بيها لو سبيد هاند بيس، واللي احنا بالعامية نسميه هاند بيس فقط، والهاي سبيد اللي نسميه توربين. الهاند بيس ستريت يوزد مور ان لابوراتوري وورك، والكونترا انجل ان ماوث. الستريت يجيني نوعين من الهاند بيس، اكو ستريت واكو بي يسموه كونترا انجل. كونترا انجل هو اغلب شغلنا، خصوصا الطلاب هسه بالتريننج اللي يستخدموه ويا الانجل، هو هذا الكونترا انجل. لو سبيد هاند بيس السرعة مالته من 500 إلى 15,000 دورة بالدقيقة. Use it to remove caries then clean finish the prepared cavity. High speed hand bees السرعة مالته ضعف ديك السرعة، من 160,000 دورة بالدقيقة، أعلى من 160,000. And some have speed up to 500,000 دورة بالدقيقة. يعني شوف السرعة مالته، طبعا التوربين هو أكثر شغلنا، يعني احنا inside patient mode هو بالتوربين. هاد بيس قليل نستخدمه، نستخدمه ورا ما نكمله، يبقى عندنا كاريز قليل ونخاف نطخ العصب، يعني نطخ البلب نسوي بلب exposure، نستخدم الهاند بيس ولما أريد أفنش الشغل. نجي للبيرات، البيرات اكو انواع هواية من البيرات، اكو بيرات استخدمها انا بالكافيتي والبريباريشن، اكو بيرات انا استخدمها بالفينيشينج والبولشينج، اكو بيرات بالكراون وبريدج وغيرها من البيرات. A group of instruments that can turn on and axis with different speed of rotation to perform different type of work. Cutting, abrasive,
فينيشينج بولشينج طبعا البير ان شيب كلب يا اما بالهاند بيس يا اما بالتورباين. بيرات الهاند بيس تختلف عن بيرات التورباين غالبا او دائما. بيرات الفينيشينج والبولشينج هن للهاند بيس. بيرات الكراون وبرج هن للتورباين. بير يوزد فور كاتينج ار manufactured from different material. البيرات تنصنع من مواد هواية يا أما stainless steel يا أما carbide يا أما diamond. غالبا إنه اللي نستخدمها هي diamond. Each beer consists of three parts. أيضا البيرات تتكون من ثلاث أجزاء اللي هي نفس الأجزاء بالinstrument اللي هي الشانك والنيك والهيد. الشانك هو البار that fit into handpiece. هو الجزء اللي أنا داخله بالhandpiece. النيك بارت connect head to the shank يربط الهيد ويا الشان. والهيد هي الworking part of the beer venue. شوفوا هاي البيرات. هاي أنواع من البيرات venue. Type of beer. The beer have hundred of shape and size. The basic beer shape round beer اللي بهن أشكال هواي بس الأشكال الأساسية عندي round beer والinverted والفشر. Round beer the head is spherical so it is used for initial entry into the tooth preparation of retentive hole or removal of caries dentine. Round beer هي الرأس مالته يكون شكله دائري. شوفوا هاي الصورة هنا واضحة. هاي هنا هاي جوا هذا الراوند بير. انا استخدمها لما ادخل بالكابتي اول دخلة الي بالكابتي بريباريشن استخدم الراوند بير. او مرات لما بحشوات الامالغام احتاج اسوي روتينتف هول اسويها بالراوند بير. او لما اريد اشيل الكاريز الصاير عندي بالدنتين يعني بقى عندي كاريز قليل وبالدنتين وقريب على البلب فأشيله بالراوند بير مال الهاند بيس. inverted cone بير يكون الهيد is cone shape with apex of cone directed toward the beer shank for flattening the floor of the cavity increasing the depth of cavity or for providing undercut in cavity. هذا الinverted. الشكل مالته يصير كون يعني شلون المخروطي يعني نهايته كلش من نهاية عريض ويضيق باتجاه باتجاه البير. استخدمه اما استخدامه اسوي فلاتنج لما اريد اعدل الفلور مال الكافيتي. لما أيضا عدلنا بالinverted بير. شوفوا هاي البيرات. هاي أنواع من البيرات إلها أرقام. هاي هنا round. هاي هنا inverted table fisher وغيرها. fisher بير elongated cylindrical head beer used for obtaining the outline form of the cavity and to cut toward floor or margin of the cavity we have citrate or table. عندنا الفشر بير. هذا الفشر بير. الفشر بير بأكثر من نوع. الفشر بير انه يكون الهيد مالته اطول من بقية البيرات elongated. استخدمه بالكاتينج واكثر شيء انه انا استخدمه الفشر بير حتى احصل اوتلاين مال كافيتي. ممكن يجينا ستريت وممكن يجينا تيبرد. and thank you. هاي المحاضرة عن الانسترومنت. طبعا راح نكمل ان شاء الله وياكم سلسلة المحاضرات مال كافيتي بريباريشن كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4. أتمنى تكونوا استفاديتوا من المحاضرة واكتبوا لي بالتعليقات إذا عندكم في سؤال أو استفسار أو ملاحظة على طريقة الشرح.